السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع حزب الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، افضي علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الوقت أطيبه، ومن الرزق أوسعه، ومن الفضل أعزبه، ومن اللطف أنفعه، ومن الإنعام أنعمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الإحسان أتمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلي ومغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا، وصب سحائب عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعزنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، وعافنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حليم يا جبار. يا الله يا الله يا الله. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعل علي متشابها فاتبع الهوى. اللهم إني أعوذ بك أن أموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تسجيل صوت مرام عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني.